بيتنا القديم كان ضيق علينا. فتشت على OLX ولقيت شقة بتعقد. زرت الشقة حبيتها ومدينا العقد. شو حلو تاخد راحتك ببيتك. بس مش عطول فيك تهرب. نعم حياتي. نزل OLX Application وبيع يلي عندك لتشتري أحسن منه. OLX أكيد صار ترندي بلبنان كمان من سنة ونص لهلأ. صرنا خلص بس بدنا نقول مبيعة أو منشتري منقول جرب OLX. واليوم معنا عبدالله طوقان ليعرفنا أكثر على أكثر من قسم بـ OLX وهو متحدث رسمي باسم OLX. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك كاتيا، كيفك اليوم؟ منيحة. يعني حلو كتير هالانطلاق اللي كان كتير سريع لـ OLX بلبنان وهالشهرة الدغري أخذتها OLX. مرسي والله. هو على شكرنا اللبنانية، أنتوا اللي ساعدتونا نصير أكبر. يعني الشعب اللبناني كتير فهم OLX بسرعة وفهم كيف ممكن يساعده كل يوم، وإحنا مبسوط إنه اليوم عم بتعرف عليك بقعد معك ونحكي على OLX شوي. اليوم نحن ما نحكي على OLX بقطاع العقارات اللي ما كنتوا عم تحكوا عنه كتير قبل، ولكنه موجود اليوم كمان الأد ببرهن أكتر وأكتر. قدي صارت هينة القضية، هل قدي هينة عبر OLX أنه نقدر نستأجر شقة، نشتري شقة أو حتى عقار؟ هي صراحة هينة على فكرة، لأنه إحنا زي ما قلتي كنا دائما نحكي قبل على OLX تبيع أشياء بالبيت، مش لازم تغراض بيبي، تليفونات في أساس. بس إحنا قسم العقار عنا كتير كبير. نبدأ أول شيء كعقار بلبنان تقريبا بكمل 14% من الناتج المحلي، وشفنا حتى نمو كثير عالي بالعقار عندنا ب OLX. يعني قسمنا العقاري من اول السنه 2016 شاف 52% نمو بالاعلانات، ناس عم بيحطوا شقق للايجار وللبيع. وبنفس الوقت بالاخبار عندكم كان واضح انه المعامله العقاريه اللبنانيه طلعت قيمتها 5.5% من اول السنه هاي، فهذا بيطابق اللي احنا بنحكي فيه. بس للعقار عندنا تقريبا من اول 2016 كلها عندنا فوق ال 160 الف عقار طلع بلبنان بيعوا إيجار من لبنانية بيبيعوا بيشتروا. وهلأ أول السنة إجت قلنا الناس بيحبوا يغيروا بيت، بدهم يأجروا يشتروا، فقلنا نطلع هيك تقرير عقاري نحكي شوي نساعد العالم هون بلبنان كيف ممكن يبيعوا عقار ويشتروا. عبر OLX قادرين تكونوا عم تعملوا نوع من الإحصاءات تتعرفوا كيف هي الأجواء العقارية بلبنان؟ صحيح. لهلأ إحنا القسم العقاري بلبنان بيجينا تقريبا 6 ملايين زيارة بالشهر، وفي عندنا فوق النص مليون لبناني، 600 ألف أكسري بيستعملوا عندنا الويب سايت شهريا والموبايل اب كمان. فعملنا شوي زي انه سجلنا ايش بيجي على السايت، فانتبهنا اكثر مناطق عليهم طلب كانت في هي مناطق بلبنان، هي المنصوريه، اشرفيه، طرابلس، وعرمون، وخلده. هدول الخمسه اكثر مناطق. يعني اذا انت عندك هناك عقار بدك تبيعه وتاجره حطه على OLX بليز، عشان في كثير ناس عم تفتش عليهم قاعدين هلا. بس كمان سجلنا شو في ايش عليه العرض، ايش في عندنا اكثر ناس عم بحطوا اشياء بيع وايجار. شفنا كمان منطقه مثلا علاي، صيدا، جبيل، متن، كمان طرابلس، كسراوين، اي ثينك هدول كلهم هاي المناطق كمان عليهم كثير عرض من ناحيه الايجار والبيع، وخاصه النبطيه في كثير في اماكن للبيع هناك. فهاي الاحصاءات بنحطها عشان نساعد يمكن الشعب اللبناني شوي، اذا انت بدك تبيع وتشتري وين تحطوا وايش الطلب كمان للاسعار. هلا شغله ثانيه اسالك فيها كاتيا، عندنا الحلو ب OLX اذا انت بدك مثلا تبيعي شقه او تستاجري، ممكن تفوتي على OLX وبعطيك زي مجال للشفافيه تشوفي قديش متوسط اسعار هاي الشقق. يعني اذا انا مثلا هلا بدي اخذ مثلا شقتين غرفتين نوم استاجرها بالاشرفيه مثلا، بفوت على OLX بالاول بعرف قديش متوسط الايجار، عشان لو صاحب الشقه حاول ياخذ مني اكثر اقدر افاصله. فهي الشغله بحبها صراحه ب OLX، انه بتعطي للمستخدم خاص اللي بيبيع وبيشتري انه انت فكره انه اول انك تفاصل فيها يعني او تشارع فيها اكثر الشخص اللي عماله بيشتري. هاي تقرير العقاري هلا عم بيطلع هون على التي في. كمان لاحظنا شغله انه كل اعلان عقاري بنحط على OLX بيع او ايجار بيجي تقريبا 12 استفسار، واول استفسار باول 48 ساعه. اظن هذا يعني يمكن اسرع ما البنك يرد لك خبر على الايجار تبع على الرنت تبعك اذا طالب قرض. وغير هيك كمان في عندنا معدل مستخدمين OLX، يعني بيجي عندنا مستخدم لبناني 3 مرات بالشهر بدخل عندنا على السايت، بقعد على السايت بلف بفتش على الاغراض تقريبا 12 دقيقه كل زياره. هلا السؤال بطرح نفسه، في عندنا كثير ناس بيجوا من برا، انت فكرك شو اكثر بلاد عربيه بتفوت على OLX لبنان تفتش على العقار؟
بسألك أعطي هيك يعني من بلاد برا لبنان بلاد برا مغتربين لبنانيين ولا مغتربين؟ لا مغتربين لبنانيين مغتربين فكرك وشو أكتر بلد؟ هلأ اللبنانيين موجودين بكل أنحاء العالم وبكثرة سوام على أكس شام بيكون بالخليج هلأ عندنا المغتربين في لبنان مش مغتربين اللي نعرفهم بالخليج كتير عم بيجي عنا بطلبوا يشتروا عقارات بأولكس فعملنا كمان زي إحصائية نشوف شو أكتر بلاد مغتربين السعودية أكتر ناس بيجي وراها إمارات بعدين قطر بعدين كويت فكمان هاد بوريك انه لسه الشعب اللبناني اللي مغترب لسه بيجي على بلده وعم بيشتري وعملنا دراسه بالفتره اسمها دراسه جيل الالفيه انه هدول الشباب هذا جيل الالفيه اللي هو الجيل اللي عماله بفتش اكثر شيء على العقار شفنا شو اهتماماتهم العقاريه واللي خاصه بالامارات والسعوديه عملنا هاي الدراسه دائما كانوا يحطوا انه اول خيار له هذا الشخص يشتري عقار بلده بعدين بفكر يجيب عقار بالبلد اللي عايش فيها خاصة تبعون الإمارات فكر الناس كلهم من الناس بيحبوا يستأجروا أو يعيشوا بدبي أو يشتروا بدبي لا الدراسة هاي ناقضت هذا الحكي كل مغترب بده يجيب بلده في الأول من ناحية لبناني حتى أو أردني فحبيت بس أنوه هاي الدراسة إنه كمان مش الكل بعرف هذا الحكي يعني كل بفكر إنه مغتربين بيجي بيشتروا هون لا والله أكشلي هم أهل البلد عم بيجي بيشتروا دراسة مجتمعية كمان عم بكون في عبر أليكس طيب هيدا عم نحكي عن الطلب العرض شو عم بيكون العرض في كتير عرض بيكون على البيع بمنطقة النبطية وكمان بمناطق زي ما ذكرت قبل شوي بترابلس بمتن بجبال بعلاي بصيدا هدول العرض تبعهم كتير بكون موجود وبالنسبة لل عبدالله رح ناخد وقفة ونرجع نتابع الموضوع يلا سوري سيارتي القديمة مش ستيلة قررت بيعها على أكس بلا عمولة صورتها حطيتها على أكس ببلاش بعتها وقبضت من الشارة كاش لما شفتها قلت لحالي هيدي هي يا رامي نزلوا أكس أبليكيشن وبيع يلي عندك لتشتري أحسن منه نعطي حق شوي للآدز يلي كمان كتير إنه وكولوا أخدوا يعني ضجة ميرسي OLX بنتابع معه ومع عبدالله طوخان المتحدث الرسمي باسم OLX تنشوف كيف مندخل على هالسايت كيف منعمل سوش وأصلا كيف منحط آد بOLX حلو هلأ نبدأ أول شيء كأنك لو بدك تشتري أو تستأجر عقار بتفوتي على سايت على الابلكيشن هلا في عندنا خاصيه حلوه هناك هلا ممكن تفتشي بكل منطقه مثلا بدك قلنا فتشي مثلا بالمتن على بيت تشتري او هيك شيء ممكن تفتشي بالمناطق هاي وتحطي ميزانيتك تحطي المنطقه كم غرفه نوم هاي الديتيلز كلها بتحطيها والحلو انه اذا ما لقيتي اللي بدك اياه مثلا في ناس ما بيكون في عنده ميزانيه معينه بمنطقه معينه ما لقى اللي بده اياه ممكن تحفظي البحث تبعك ولما يطلع عقار عندنا على الابلكيشن او على السايت جديد نبعث لك احنا ايميل بنخبرك إنه هذا إشي موجود. تاني إشي تعرف العجقة أو الزحمة عندكم ببيروت كتير صعبة. ففي إشي عملناه كمان بالأبليكيشن تبعنا ممكن تعمل بحث عن طريق اللوكيشن تبعك. يعني تحكي مثلاً أنا ما بدي شيء أبعد من 2 كيلومتر بعيد عني أو 5 كيلومتر يعني كيف قطر الدائرة بكون حواليك هيك الناس ما بتقدر تطلع على الشارع الرئيسي تعلق بالعجقة أو هيك. فهي كمان الأشياء اللي كتير لاحظنا عم بتساعد الناس وعم بيستخدموها كتير بلبنان لما يفتشوا على العقار. هلا كيف تحطي عقار؟ كتير سهل. كيف عندك الابليكيشن تاع انستغرام وفي تاخذ الصور؟ الابليكيشن تبعنا عنده نفس المبدا، بتفتحي الاعلان، طبعا هو فري وبدون اي عموله، وتحطي الابليكيشن عندنا بتصوري صوره الشقه، العماره، حاولي تاخذي صور واضحه يكون في ضوء داخل على الغرفه كثير، ما في ناس بياخذوا صور بس للعماره من برا وخلص، لا انه اعطي صوره ديتيلز اكثر للمطبخ، هاي الاشياء الناس بتفتشوا عليها بالعقار وبخليك يجيك طلب اكثر واستفسارات اكثر على الاعلان تبعك اذا انت حاط هاي الديتيلز. بعدين بتحطي مثلا المنطقه وقد السعر وشو غرف النوم وليه بدك تاجري او تبيعي وهي الاشياء وبتحطي رقم تليفونك او الايميل وبتحطي بوست، عندنا فريق خدمه علاقه 24 ساعه بيشوفوا كل الاعلانات بس تطلع. بيقول لك عليها ممكن تاكيد within 10 minutes. وبصير وقتها المستخدمين يشوفوا الاعلان تبعك عماله بينزل. يعني ما في سبسكريبشن، ما في شيء لحتى نقدر نفوت على هالسايت ونقدر نشوفه كلنا بدون اي ولا شيء، بتفوت بس تحطي الايميل تبعك وباسورد، ذاتس ات، هاي الريجستريشن تبعنا، ذاتس ات. يعني OLX اليوم نحن عم نحكي عن العقارات وعم نحكي عن يعني ان كان الاراضي او الشقق ان كان اجار او كمان شراء، بس مفتوحه على كل المواضيع، ما في شيء ما بينباع
على OLX؟ كل شيء، من اصغر شيء لاكبر. كنا عم نحكي قبل شو انا وياك انه في حتى كمان مش غير العقارب، بديك مره عم نطلع في ناس بحطوا زيتون للبيع، في ستات بتعمل بالبيت طبخه بتحطها للبيع، فعندك ليترلي يعني من فرشايه الاسنان للطياره بتنباع على OLX. طب انتو كيف بيجيكم النتائج؟ يعني بتعرفوا انه صار في شراء وصار في بيع صار في ديلز ولا ما بتعرفوا؟ هلا احنا عندنا كل لما تحط اعلان لك بكون في زي كبسه مكتوب محطوط عليها هون هذا الزر انه استفسر هذا الاعلان او اطلب رقم التليفون. فكل ما شخص يكبس على اعلانك بنعرف كم حد عماله بيسال عن هذا، ممكن يبعث لك ايميلات، يبعث لك مسج، حتى في عندنا تشات على الاب ممكن نعرف قديش صار في تشات بين المستخدمين. بس لما تصير عمليه البيع والشراء بتصير برا السايت، فاحنا ما لنا دخل بالبيع والشراء، بس بنعرف انه لما ينباع الغرض بتلاقي المعلن مثلا لغى الاعلان تبعه، فهيك احنا بنعرف وقتها انه صار في بيع. عبد الله دقان شكرا لك لوجودك معنا، كل التوفيق لأولاكس. ثانك يو، كل اكزاب، ميرسي. بنتابع نحن وياكم بعد لحظات مع جاست دانس، خليكم معنا.